يا دكتور. تفضل. يا صباح الورد. كيف حالك؟ تفضل حضرتك. اهلا وسهلا دكتور عادل. صباح الخير. صباح الاماراتي السعودي. اهلا وسهلا فيك معنا اليوم. عم نحكي عن كل دولة اكيد بتحتاج افراد المجتمع، بتحتاج عمل هؤلاء الافراد، لكن وجود ظاهرة مثل ظاهرة الاحتراق الوظيفي، ما مدى تأثير هي الظاهرة على افراد المجتمع؟ اول شيء صبحكم الله بالخير من إمارة الفجيرة الجميلة. انا الصراحة ما اي وايد الفجيرة، لكن ما شاء الله إمارة مريحة جدا وجميلة. ثاني شيء نبارك لأشقائنا في المملكة العربية السعودية اليوم الوطني السعودي، ونبارك أيضا لقيادة دولة الإمارات، لأن الإماراتي سعودي والسعودي إماراتي. بخصوص موضوع الاحتراق الوظيفي، موضوع جدا مهم. أول من تطرق له عالم أمريكي من أصول ألمانية اسمه هيربرت فرودنبرغ، هو معالج نفسي كان يدير عيادات إقلاع عن المخدرات في الولايات المتحدة، ولاحظ أن بعض العاملين المتطوعين في هاي العيادة من كثر الشغل تطوع، تعرف مرات أنت تحب تبذل جهد زايد، لاحظ أنهم يمرون بقلة بكثر الشغل، صار عندهم قلة التحفيز وقلة الطاقة وإنهاك شديد، فراح بحث في هذا الموضوع وسماه احتراق وظيفي، وكانت هي البذرة الأولية لموضوع الاحتراق الوظيفي. مؤخرا شهر 5 اللي طاف بس تم إدراج الاحتراق الوظيفي في تصنيف الأمراض العالمي ICD-11 كظاهرة مهنية. وهذا يعني نحن نقدر نقوله أنه خطوة مهمة جدا في تعريف الظاهرة، في تعريف هذه الظاهرة الاحتراق الوظيفي. الاحتراق الوظيفي هو نوع من الإنهاك الجسدي صحيح. والعاطفي والذهني نتيجة ضغط العمل المزمن. يمر تقريبا في مراحل كثيرة. نحن دائما أي موظف لما يتعين في مكان جديد أو مكان جديد تشوف عنده حماس شديد وطاقة وإنتاجية ويشتغل كثير، ويقول أنا هي دائما شاد حيله، ويقول أنا إنسان ما يهمني، أحب أشتغل، أحب أكرف، أحب أنتج، أحب أسوي. هاي دائما يسمونها الهانيمون فيز، يعني مرحلة يعني شهر العسل للموظف. مع الوقت هذا الموظف يحتاج دعم. أخواننا في المملكة العربية السعودية مثلا على القطاع الصحي سووا مبادرة اسمها داعم، قال لك الأطباء اللي في طور التخصص يمرون في حالة كبيرة من الإنهاك الوظيفي، فنحن نسوي مبادرة داعم، نحن نقدر نعرف مدى الاحتراق الوظيفي اللي يمرون فيه ونعالجه قبل ما يوصل لمرحلة الاكتئاب. هذا الموظف إذا أنا ما احتويته في هذه الفترة ممكن يدخل في مرحلة الإنهاك الوظيفي اللي يصل للمرحلة الأخيرة وهي مرحلة الاكتئاب أو الإحباط. الموظف إذا ما حس أنه هو عنده توصيف وظيفي واضح، وما حس أنه هو لازم يوازن بين العمل وبين أسرته وعائلته وظيفته وحياته الشخصية، وما حس أنه هو مقابل عمله رح يحصل شيء معين. دائما نحن نسمع أنه والله أنا مثلا إذا داومت ما داومت كل واحد، في إذا أقوم من النوم الصبح مالي خاطر أروح الدوام، هاي دائما نسمعها كثير من الناس، فهاي علامة من علامات الإنهاك الوظيفي. مؤخرا قال لك علامات الإنهاك الوظيفي ثلاثة: البعد الذهني عن العمل، السلبية تجاه العمل، ومثل ما نقول التبلد المشاعر تجاه العمل. بتصيب كل شخص يمكن فينا، نحن بنحس في بعض الأحيان أنه ما عاد قادرين نعطي، ويمكن نحاول نتفادى هذا الموضوع، إلا أنه يمكن في بعض الأحيان لا يعود خلينا نقول اللوم على الموظف، إلا أنه ممكن بيعود على القيادات العليا، أو خلينا نقول الناس اللي هم ماسكين إدارة المؤسسة أو الوظيفة. يعني أكيد إذا كان المدير مو طالب أو مو حابب راحة الموظف، أكيد الموظف ما رح يقدر يخلق هاي البيئة من نفسه ويقدر يوازن أموره، سبيشلي إذا كانت المؤسسة عم بتكلف بعض الأشخاص بضغوطات عالية ومهام أكثر من طاقة بعض الأفراد. شو رأيك؟ صحيح. طبعا دائما في نكتة أن المدير اشترى سيارة جديدة، فالموظف قال له مبروك ساعات المدير تشتريت سيارة جديدة، قال أنا اشتريت سيارة جديدة لأنك تشتغل وايد، فاشتغل زيادة عشان اشتري سيارة ثانية. فإذا المدير ما يحس أن الموظف إنتاجيته راح ترجع له كموظف من ناحية الترقيات، من ناحية العطاء الوظيفي، من ناحية السلم الوظيفي أو البروفيشنال لدر ماله، زين أنا كموظف اشتغلت سنة سنتين بعدين وراح أوصل، إذا أنا أوصل لقناعة كموظف أن أنا اشتغلت ما اشتغلت كل واحد، الناس تترقى وأنا ما أترقى، في محسوبيات معينة، راح يصير عندي رد فعل عكسي وتبلد مشاعر تجاه الدوام، وهني نيجي للموضوع الإنهاك الوظيفي. الحين شيء طبيعي إذا أنا تم تكليفي في مشروع معين في الدوام أنه يصيب لي حالة من الاسترس والقلق، لأني أنا مطالب بإنتاجية معينة وأخلص المشروع أبيض وجهي على قولتهم في المشروع. المشكلة إذا خلصت المشروع وبعدني أنا أعاني من هاي الأعراض، فهني أنا أدخل في موضوع الإنهاك الوظيفي. مطلوب شيئين، مطلوب من الموظف شيء ومطلوب من إدارة الدوام شيء. كإدارة الدوام لازم تستوعب أن هذا الموظف
مش مطلوب من عنده بس العمل، مطلوب من عنده يوازن بين عمله وبين حياته الشخصيه، مطلوب من عنده تحطي تارجت واضح للموظف ان انت وين راح تكون في المستقبل اذا شديت حيلك، مطلوب من عندها انها تستوعب حالات الصحه المهنيه في العمل، لابد ان كل مركز عمل يكون فيه قسم للصحه المهنيه يستوعب هذه الحالات ويعمل على علاجها من البدايه. ومطلوب من الموظف اشياء معينه، انت يا موظف اذا تحس ان عندك بدايات انهاك وظيفي خذ اجازه. اول خطوه تسويها تاخذ اجازه من العمل. اذا الاجازه ما حلت المشكله اللي عندك جرب امور ثانيه مثل المايندفولنس، حالات الاسترخاء العقلي وحالات تغيير الجو، وتروح واول خطوه نحن نقدر نقولها انك تعترف ان عندك انهاك وظيفي. كثير من الوظائف خاصه مثلا نحن في الامور الطبيه والصحيه دائما الطبيب في بدايات حياته الوظيفيه يفتخر اني انا اشتغل وايد واشتغل اون كولز واشتغل نايت شيفتس واشتغل 24 اورز. لا تفتخر وايد لان هذه في البدايه انت في قمه طاقتك، مع الوقت راح تاثر عليك بالضبط، راح توصل لمرحله البيرن اوت، انت في الهانيمون فيز، مع الوقت راح توصل للبيرن اوت فيز وهني يكون صعب نوعا ما انك تمسك الموضوع. طيب دكتور انا عندي سؤال بسيط معلش. تفضلي. احنا بنتكلم على الموضوع بشكل ايجابي جدا، ولكن انا بحب اخذ من الطرفين، اذا هنتكلم على الشكل السلبي للموضوع، هناك بعض المهن لا استطيع ان انا اخذ فيها اجازه، مثلا انا طبيب او انا مدرس لازم اجي كل يوم، او انا مذيع عندي برنامج لازم يطلع يوميا لايف، ازاي اقدر اتعامل مع الانهاك او الاحتراق الوظيفي في الوقت اللي انا مش قادر اتخلص منه فيه بشكل مؤقت اتليست، او بشكل ما ياثرش عليا بطريقه سلبيه؟ سؤال ممتاز. طبعا ارجع واقول هو الموضوع مش بس عندك، الموضوع عند الموظف وعند مسؤولة في العمل. مسؤولة في العمل لازم يقدر ان الموظف عنده قدرات معينه، لا يمكن تجاوز قدرات الموظف. ما تقدرين تشتغلين 60 ساعة في الأسبوع. صحيح. إذا كان أصلاً في 60 ساعة في الأسبوع، فهذا شيء مستحيل. مهما حاولتي أنت شخصياً كموظف تحلين الموضوع، إذا مسؤولك في العمل ما يحل الموضوع فما في حل. صح. فالمطلوب من مسؤولك في العمل أو مسؤولك في العمل إنه يحطي لك أشياء تلائم قدراتك، هذا الشيء الأول، ويحطي لك سلم وظيفي معين بحيث أنت تعرفين أن اللي يشتغل يوصل واللي ما يشتغل ما يوصل. صح. هذا شيء وايد مهم بالنسبة لك أنت كموظف. أنت أيضاً مطلوب من عندك عشان تكونين متميزة في العمل تكونين أيضا عاملة بالانس ممتاز لحياتك الشخصية مع العمل. اللي ما يعيش حياة اجتماعية هذا مش إنسان، لازم يكون عندك حياة اجتماعية زينة عشان تقدرين تتميزين في العمل، هذا شيء وايد مهم. إذا حسيتي بضغوطات في العمل في فترة معينة أرجع وأقول ما عطوك إجازة سوي مايندفولنس، غيري جو، اطلعي بعد ساعات العمل غيري جو، الجئي لمعالج نفسي. وهذا هو الفرق بين الانهاك الوظيفي وبين الاكتئاب. الانهاك الوظيفي ممكن تروحين لمعالج نفسي يعلمك تغيير طريقة التفكير، طريقة تعاطيك مع الأمور، مش مدربين تطوير الذات، هذيلا بس يعني عقولتنا يبيعون رمسة نوعا ما، لكن تلجئين إلى شخص يعرف يعالج طريقتك في التعاطي مع الأمور أو العلاج النفسي السلوكي. إذا وصلتي لمرحلة لا خلاص انت مهما تحاولين مسؤولك في العمل غير مقدر، الاداره في العمل غير مقدره، وانت مش قادره تتعاطين مع هذه الامور، ارجع واقول خذي خطوه الى الخلف، شوفي خياراتك في الحياه وقرري حتى تغيير وظيفتك، شو المشكله؟ طيب دكتور يمكن لو حكينا شوي بشكل اخص على المكافآت للاشخاص اللي ممكن ياخذوا وقت طويل بالعمل، ما مدى اهميه انه احنا نكافئ الاشخاص وخصوصا من المدير يكافئوا على العطاء ويبين للموظف انه انت ما عم تشتغل كرمال الراتب، انت يمكن عم تشتغل لتحقيق حلم، لحتى تعيش شغف انت حلم طفوله ممكن بعض المرات. انا بقول لك شيء وايد مهم، المكافآت ممتازه ودائما، لكن لمتى؟ يعني ممكن انا كشخص اقول لك انت اشتغلتي ساعات زياده خذي مكافاه، خذي مكافاه، واشغلك طول الاسبوع بمكافاه، انت استمتع بالمكافاه، متى تستمتعين فيهم؟ انت تحتاجين راحه، تحتاجين حياه اجتماعيه وموازنه بين حياتك الاجتماعيه وحياتك في العمل. لكن يبقى شيء وايد مهم، التقدير مهم جدا. مرات انت في نفس ساعات العمل، مرات انت في نفس الراتب، يتغير فقط مسؤولك في العمل وتشوفين الدنيا حلوه. صح. الرئيس المباشر في العمل له دور مهم جدا في رفع الموظف فوق او تدميره من ناحيه الحاله النفسيه له. صحيح. كمان بنشوف دكتور عادل نقطة هامة جدا، هي التعامل مع السلبية في محيط العمل من ناحية الموظف. أحيانا بنشوف مثلا المدير والله ما بيقولش كلمة بسيطة يعطيك العافية، ما بيقولهاش،
هو حر، مديرك يعني مش هتقدر تقول له حاجة. انت ازاي تكافئ نفسك، انت ازاي تجعل هذه البيئة تتجنب السلبية، تتجنب الاحتراق الوظيفي. بيقولوا دايما مثال، اذا دخلت في دايرة الانتهاك او الانهاك سوري الوظيفي بيكون عامل زي عود الكبريت، في لحظة بتتحرق. ازاي انا اتجنب هذه اللحظة؟ طبعا السلبية مرض معدي. إذا في شخص سلبي واحد في العمل يوميا على قولتنا يتحرطم يتحرطم يتدمر، ينشر سلبية في كل العمل. ونوع من أعراض الإنهاء الإرهاق أو الاحتراق الوظيفي هو بعض النكت السلبية، تشوفين واحد يضحك في العمل على العمل، يعيب على العمل، يعيب على الراتب، يعيب على الوظيفة. صح. هذا نوع يعكس نوع من الاحتراق الوظيفي ونشر السلبية، يأثر على الجميع. فنرجع ونقول الشخص السلبي أهم نصيحة أقول له الله يخليك روح شوف معالج نفسي، لأن أنت ما راح تأثر بس على نفسك، أنت تأثر على كل اللي حواليك. نحن نكون واقعيين جدا، كل شخص مهما كان في بيئة عمل محفزة ومهما كان عنده مسؤول ومدير محفز جدا، هو الشخص يقرر إذا كان سعيد أو حزين. صحيح. إذا أنا شخص أحب أنشر السلبية، مهما تحاول تكون إيجابي معي ما في فايدة. حول لي أخصائي الصحة المهنية وأخصائي الصحة النفسية وقول له الله خليك تعالج بعدين تعالي الدوام. مزبوط. كمان دكتور عادل، يمكن إحنا بنقضي بالدوام يمكن ساعات أكثر من ما بنقضيها مع أهلنا. كنا عم نحكي أنا ومهند بخصوص هذا الموضوع، وقد يمكن الواحد إذا كان مش مرتاح في بيئة عمله ممكن ينقل هاي السلبية ويأخذها معاه للبيت، وبالتالي ممكن يتفاقم الموضوع ويصير يتأثر على حياته العامة. تلقى ناس الشغل اللي قاعد يشتغله في داخل المكان هو نفسه قاعد ينقله معاه للبيت، وهي أثر عليه وعلى علاقته بالأسرة نفسها بعد. مزبوط. الواحد كيف يقدر يطلع من هذا الجو؟ مثلا اذا ما حصل مدير معين يقدر يساعده او يقدر يعرف معلومه، ما يقدر يشوف انه قاعد يتعرض للحريق الوظيفي، يعني كيف يقدر الواحد يساعد نفسه في داخل العمل؟ هو كان قاعد، خلينا نفترض انه حاب هذه الشغله وهي فرصته الوحيده، ما راح يحصل هالفرصه بغير المكان، الا مثلا بهذا المكان، غير هالمكان شو راح يسوي يعني؟ والله دائما نحن نسمع هذا الموضوع ونقول نقول له روح كلم مديرك، يقول اخاف، اخاف اكلم مديري، اخاف يعطيني انذار، اخاف يفنشني، اخاف. اذا انت ايش كثر تخاف؟ خوفك هذا ياثر عليك اكثر منك لو كلمت صدق. يعني انت لو تجرأت مره وكلمت مديرك، هذا راح يوفر عليك جهد نفسي كبير بانك تقعد كل يوم تقول شو هالحاله شو هالحاله شو اسوي شو اسوي شو اسوي. صح. البقاء في الحلقه المغلقه هذه لا يخدم الشخص سواء كان موظف او غير موظف. مرات الواحد لما تكون عنده نوعا ما من الايجابيه، انا اسميها بانه يروح لرئيسه ويقول له انا انسان فخور فيك رئيسي، لكن انا بعرف انا شو مستقبلي في هاي الوظيفه. وقد يكون الرئيس هذا محفز جدا وينصدم من هذه المقابله، لكن يقوم بتحفيزك بشكل اكبر، يقول هذا انسان محفز. مرات لا يكون رئيس محبط. إذا جاء الرد سلبي. وإذا كان هذا ممكن وارد جدا يقول له ما في كثير وظائف، احمد ربك انه مثلا انت عم تشتغل غيرك ما عم يشتغل مو عاجبك، اترك المؤسسه وفل في غيرك كثير بده هالوظيفه. صراحه كلام كلام سليم. صراحتك مع المدير هذا او مع مسؤولك المباشر يخليك تعرفي شو نقطتك حاليا، انت وين واصله. لان اذا ما صارحتي راح يكون عندك امل انه يرقيك في يوم من الايام، لكن صراحتك معاه تعرفين انت شو خياراتك. مثل ما اقول خذي خطوه الى الوراء، شوفي هل هذا المكان سليم، هل هذا المكان صحيح. قد يكون مكان ايجابي جدا لكن ما صارحتي المدير، قد يكون مكانك مكان اخر. صح. يمكن مرات المكان السليم وقناعتنا بالايجابيه وانه نحن قادرين نوصل لاحلامنا هي اللي بتصنع المجد بحياه كثير من الاشخاص. شكرا لك دكتور عادل، شرفتنا ونورتنا اليوم. شو رايكم نطلع بريك سريع؟ يلا بينا.